البعض من الناس يكونوا في دورة المياه، واحد يكلمه أو يسلم عليه. الكلام في الخلاء داخل خلاء لا يصح ولا ينبغي إلا للضرورة. النبي عليه الصلاة والسلام مر على رجلين وكان يتكلمون هم يقضون الحاجة، فقال عليه الصلاة والسلام: إن الله يمقت على ذلك، يمقت، الله يكره هذا الشيء. الكلام للضرورة جائز، أنا انقطع عني الماي، أبي شامبو، أبي صابون، أبي الفوطة، نسيت الفوطة برا، يجوز تتكلم على قدر الحاجة. أما الشيلات والأغاني وتهمهم وتضحك وترشي الماء على صاحبك، أماكن الجن والشياطين في هذا الحمام، بل أن تستعذ. طبعا هذا إذا أنت استعذت، تقول: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. الخبث شنو؟ الخبث ذكور الجن، الخبائث إناث الجن، فاستعذ بالله من خبث والخبائث، وسم الله حتى الجن ما يشوفون عورتك.